الآن تنضم معي سيدة أماني رشيد، محللة أسواق مالية في مجموعة إيكوتي من القاهرة. أهلا بك سيدة أماني معنا في هذه الجولة في الأسواق. بداية، إلى أين تتجه الأسواق العالمية في 2023؟ تفضلي. مساء الخير. طبعا الأسواق العالمية عانت من تقلبات قوية طبعا في 2022 بسبب مشاكل التضخم والحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، لجوء البنوك المركزية ل يعني وتيرة رفع الفائدة، ورفع الفائدة بقوة في محاولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، تراجع المعروض من السلع. كل تلك العوامل عانى منها الاقتصاد العالمي في 2022، حتى وجدنا أن يعني مؤشرات الأسهم أو الأسواق الأسهم العالمية عانت من تراجعات قوية طبعا بسبب تلك العوامل، وبسبب ارتفاع حالة العزوف عن المخاطرة. سجلت مؤشرات الأسهم أسوأ أداء لها في 2022 منذ عام 2008 ووقوع الأزمة المالية العالمية، ولكن كان أكثر المستفيدين كان طبعا الدولار الأمريكي الذي ارتفع بشكل ملحوظ، وصل إلى قمته عند 115 قبل أن يشهد بعض التراجع. الآن مع التوقف ل يعني أهم الأحداث والبيانات خلال 2023، قد نجد أن لا تزال وتيرة ارتفاع الأسعار، ولا يزال أغلب البنوك المركزية تؤكد على استمرار رفع الفائدة بشكل ملحوظ في 2023 في محاولة للسيطرة على استمرار ارتفاع الأسعار. أيضا وجدنا أن أغلب التوقعات الآن تدعم استمرار معاناة أسواق الأسهم العالمية بسبب طبعا سياسات التجديد النادي وبسبب الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا. الآن ستكون الفيصل في معدلات الفائدة أو وتيرة رفع الفائدة في 2023 البيانات الاقتصادية، برغم أن بعض الأسواق أو بعض يتوقع أن تبدأ البنوك المركزية في التخلي عن سياسة رفع الفائدة ونوعا ما استقرار الأسواق. ولكن على الجانب الآخر علينا الإشادة أن يعني ارتفاعات التضخم وارتفاع أو رفع معدلات الفائدة بوتيرة قوية كان سبب رئيسي في تصاعد مخاوف الركود. الآن في 2023 نرتقب البيانات والأوضاع الاقتصادية، ولكن نوعا ما مخاوف الركود الاقتصادي اصبحت تلوح في الافق بسبب طبعا الاثار السلبيه والتداعيات الناجمه عن وتيره رفع الفائده خلال العام الماضي، وبالتالي لا تزال حاله العزوف عن المخاطره طبعا تسيطر على الاسواق على الاقل في النصف الاول من 2023، على الرغم من ان يعني البنوك المركزيه او توقعات حيال البنوك المركزيه بدات تتاهب لتباطؤ وتيره رفع الفائده، ولكن الاثار السلبيه ومخاوف الركود حتى لو تم هذا الامر سيتسبب في استمرار معاناه الاسواق العالميه واستمرار تقلبات الاسواق العالميه على الاقل كما اشرت في النصف الاول من 2023. ايضا سيد اماني، يعني بتصريحات لرئيس الفدرال جيروم باول الاخيره، دعا البنك المركزي بالاستقلالية عن التأثير السياسي مع مواجهة التضخم المتسارع. يعني ما القصد من مثل هكذا تصريح وبهذا الوقت بالتحديد سيدة أمان؟ منذ أن بدأ الفدرالي الأمريكي في السيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الماضية، وبدأت توقعات أن يقوم الفدرالي الأمريكي بتخفيف وتيرة التجديد النقدي تلوح في الأفق خلال 2023، ولكن البنك الفدرالي الأمريكي يؤكد في آخر اجتماعاته ومنذ بداية العام على ضرورة الاستمرار في رفع الفائدة، وأنه لن يكون هناك تدخل سياسي حيال تداعيات يعني وتيرة رفع الفائدة بقوة في 2023. وجدنا أن خلال العام الماضي يعني لجأ الفدرالي الأمريكي لرفع الفائدة بأعلى وتيرة تجديد نقدي، حيث أنه كان بالرغم من هناك مخاوف من ركود اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة، إلا أن الفدرالي الأمريكي ومحافظ البنك جيروم باول أكد على أنه قد يتخلى عن وتيرة التعافي الاقتصادي واحتمالات ركود الاقتصادي على المدى القريب في محاولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار الذي كان يستقر في 2022 عند أعلى مستوياته منذ ثمانينات القرن الماضي. وبالتالي يعني بالرغم من بدء الأسواق في التأهب لتخفيف الفدرالي الأمريكي وتيرة التجديد النقدي وتراجع مؤشر الدولار يعني على اثر هذا الامر من مستويات ال 115 مؤشر الدولار الذي يقيس قيمه العمله مقابل 6 عملات، كان يقترب من اعلى مستوياته عند ال 115، ولكنه عاد ليتراجع من جديد الان يستقر عند مستويات ال 103.
الأسواق الآن تتأهب لاحتمالات بدء تخفيف الفيدرال الأمريكي وتيرة التجديد النقدي، ولكن على الجانب الآخر تصريحات أعضاء الفيدرال الأمريكي ولا سيما محافظ البنك جيروم باول يؤكد على أن التضخم لا يزال مستقر عند مستويات قياسية، وأنه هناك ضرورة للاستمرار في وتيرة التجديد النقدي ورفع الفائدة حتى لو كان لهذا الأمر تداعيات على المدى القصير للاقتصاد الأمريكي. الآن نحن نعتقد طبعا اليوم بيانات التضخم الأمريكية أغلب التوقعات تدعم احتمالات أن يتباطأ مؤشر التضخم أو مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس يعني مؤشر الرئيسي عن التضخم أن يتباطأ خلال شهر ديسمبر الماضي من 7.1% إلى 6.5%، ولكن حتى لو جاءت يعني معدلات التضخم ضمن التوقعات فسيكون هذا مؤشر قوي على احتمالات تباطؤ وتيرة رفع الفائدة حتى لو كانت أعضاء الفيدرالي يؤكدوا على عكس هذا الأمر. الآن وتيرة رفع الفائدة واحتمالات رفع الفائدة يعني وصل لاحتمالات 80% في الاجتماع القادم يوم 1 فبراير بواقع ربع نقطة أساس فقط وليس 50 نقطة أو 75 نقطة كما كان يفعلها الفيدرالي في الاجتماعات الماضية أو في العام الماضي. ايضا التوقعات لبقيه العام او حتى على الاقل في النصف الاول في 2023 تدعم احتمالات ان يبدا الفيدرالي في تباطؤ وتيره رفع الفائده، وبالتالي حتى لو كان هناك تصريحات من اعضاء الفيدرالي وعلى راسهم طبعا جيروم باول الذي يؤكد بين الحين والاخر على احتمالات تباطؤ وتيره التجديد او احتمالات الاستمرار في رفع الفائده بوتيره قويه في السيطره على التضخم الذي لا يزال مستقرا عند مستويات عاليه طبعا بالنسبه ل المعدلات التضخم التي يعني يستهدف البنك 2%، ولكن البيانات الاقتصادية ستكون الفيصل في هذا الأمر. لو جاءت البيانات خلال اليوم وفي الشهور القادمة استمرار سيطرة الفيدرالي الأمريكي على وتيرة ارتفاع الأسعار في 2023 فسيكون هذا داعم قوي لبدء الفيدرالي الأمريكي تغيير سياسته النقدية رفع الفائدة بوتيرة أقل، حتى أن هناك توقعات أن يكون هناك اجتماعات ذات تثبيت لسعر الفائدة على عكس ما رأيناه منذ شهر مارس الماضي في 2022 وحتى نهاية العام. أيضا سيدة أماني، البنك الدولي حذر في تقريره آفاق الاقتصاد، حذر من مخاطر الركود العالمي في 2023. السؤال هنا سيدة أماني، يعني هل الاستمرار بإجراءات كبح التضخم ستؤدي إلى الركود؟ يعني ماذا سيحدث في 2023 ما بين الركود والتضخم العالمي؟ طبعا اغلب البنوك المركزيه في يعني اجتماعاتها في الاخيره في العام الماضي اكدت على ضروره الاستمرار في وتيره رفع الفائده في محاوله للسيطره على ارتفاع الاسعار ومعدل ارتفاع التضخم الذي وصل في كثير من الدول الى اعلى مستوياته على الاطلاق، في إشارة أن البنوك المركزية للأسواق أنها ستستمر في رفع الفائدة حتى لو كان لهذا الأمر تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي في 2023، الأمر الذي يعني بدأ هناك مخاوف حياله أن فعلا ينزلق الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي إلى الركود التقني فعلا. طبعا مع استمرار ارتفاع الأسعار هناك مشاكل أو تحديات قوية تواجه الاقتصاد العالمي، أغلب المؤسسات العالمية تحذر من احتمالات ركود اقتصادي في 2023، حتى رأينا نوع على أرض الواقع البيانات الاقتصادية في العديد من الدول تؤكد على انكماش العديد من القطاعات واحتمالات ركود الاقتصاد لو فعلا استمرت يعني استمر الفيدرالي أو استمرت أغلب البنوك المركزية في وتيرة رفع الفائدة، ولكن يبدو أن البنوك المركزية تتجاهل كل تلك المؤشرات السلبية وتستمر في رفع الفائدة. لو جاءت بيانات التضخم يعني تؤكد على استمرار المشاكل الرئيسية أو استمرار ارتفاع الأسعار فسيكون هذا مؤشر قوي على فعلا ركود الاقتصاد العالمي خلال 2023. رأينا أن أغلب البنوك الآن يعني نوعا ما معدلات التضخم بدأت في التباطؤ مثل منطقة اليورو بريطانيا والولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية، ولكن كما أشرت أن المشاكل الأساسية التي لا تزال تتسبب في ارتفاع الأسعار لا تزال قائمة، المشاكل أو التوترات الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا وتداعيات هذا على نقص المواد الغذائية والمواد المواد الطاقة التي تتسبب في ارتفاع الأسعار طبعا بسبب نقص المعروض، استمرار ارتفاع الأسعار
الصعود واستمرار عدم عودة النشاط التجاري كما كان المستويات ما قبل تفشي فيروس كورونا في 2020، كل تلك العوامل تتسبب في نقص معروض ملحوظ وبالتالي ارتفاع الأسعار، حتى لو كان هناك يعني تراجع أو سيطرة في وتيرة رفع وتيرة التضخم وتيرة ارتفاع الأسعار، ولكنها لن تعود المستويات ما قبل تفشي فيروس كورونا في 2020، وبالتالي قد تتسبب في استمرار البنوك المركزية في رفع الفائدة، والذي سينتهي في المطاف أو قد ينتهي في المطاف إلى احتمالات ركود أو وقوع الاقتصاد العالمي في الركود خلال 2023. طيب سيدة أماني، إذا ما انتقلنا إلى أداء الأسواق المال العالمية، يعني مع الزيادات المستمرة محليا ودوليا في أسعار الفائدة، أصبح توفير سيولة للشركات يعني من أصعب القرارات في ظل التكاليف الحاصلة. كيف ترين مستقبل الأسواق في ظل كل ذلك؟ طبعا الشركات، اداء الشركات عانت بشكل كبير جدا في 2022، سواء من نقص المواد الاساسيه وسواء الغذائيه او مواد الطاقه، او من حيث استمرار البنوك المركزيه في رفع الفائده، وهو ما انعكس على تراجع اداء الشركات. حتى وجدنا ان مؤشرات الاسهم العالميه او قطاع او اسواق الاسهم العالميه عانت من تراجعات قويه في 2022. اشرت سابقا ان مؤشرات الاسهم الامريكيه سجلت أسوأ اداء لها في 2022 منذ وقوع الأزمة المالية العالمية. مؤشر الداو جونز، مؤشر الناسداك، أغلب تلك المؤشرات عانت من تراجعات قوية. الآن مع بداية عام 2023 لا تزال الأسواق أو لا تزال حالة العزوف عن المخاطرة مسيطرة على الأوضاع، فحتى لو نجحت البنوك المركزية في رفع أو في السيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار التي تتسبب في الضغط على أداء الشركات، ولكن على الجانب الآخر استمرار رفع الفائدة واستمرار توجه الأسواق العالمية والبنوك المركزية لرفع الفائدة يتسبب طبعا في ارتفاع حالة العزوف المخاطرة، تفضيل المستثمرين التوجه إلى البنوك زاد العائد المستقرة أو بدون عائد أو بدون مخاطرة مقارنة بأسواق الأسهم التي يعني تشهد شهية مخاطرة قوية أو تتسبب في مخاطرة قوية. طبعا مخاوف الركود الاقتصادي التي أصبحت تلوح في الأفق تتسبب في الضغط طبعا على أداء الشركات وارتفاع حالة العزوف عن المخاطرة والابتعاد عن الأصول ذات المخاطرة العالية مثل أسواق الأسهم. ايضا علينا الوضع بعين الاعتبار ان ايضا مخاوف الركود الاقتصادي قد تتسبب في يعني تراجع النشاط التجاري وتراجع النشاط التصنيعي والصناعي خلال 2023، وهو ما يضغط ايضا على اداء الشركات. وبالتالي حتى الان المشاكل الاساسيه التي تسببت في تراجعات الاسهم في 2022 وتراجع اداء الشركات وتراجع ارباح الشركات في العديد من الشركات او تراجع ارباحها في 2022 لا تزال قائمه، وبالتالي قد تستمر الضغوطات في السيطرة طبعا على أداء تلك الأسواق أو على أداء الشركات خلال العام المقبل. طيب سيدة أماني، إذا ما انتقلنا أيضا إلى أزمات يعني وسط الأزمات الاقتصادية، هناك أزمة الغذاء العالمية، يعني في ظل في ما يحدث من تغيرات جيوسياسية وأزمات جيوسياسية وقبلها جائحة كورونا في 2020، كلها أثرت على الغذاء العالمي، أين تتجه أسعار الغذاء العالمية في 2023؟ طبعا مشكلة الغذاء العالمية نقص المعروض يعني تتسبب في أزمة حقيقية تواجه العالم كله، لا سيما الدول النامية أو دول أفريقيا عموما التي عانت وتضررت كثيرا من أزمة الغذاء العالمية، بالرغم من محاولات صندوق النقد والبنك الدولي في التدخل والسيطرة على مشكلة الغذاء وعقد اجتماعات متكررة مع الدول المتقدمة حيال هذا الأمر، ولكن استمرار التوترات الجيوسياسية، عدم وجود حلول فعلية لإنهاء الأزمة ما بين روسيا وأوكرانيا باعتبار أن تلك الدولتين كانت تمتلك حصة كبيرة من تصدير المواد الغذائية في العالم كله، خاصة طبعا القمح والأرز، الأمر الذي يتسبب في مخاوف قوية طبعا حيال يعني هل قدرة أو مشكلة الغذاء التي قد تستمر، خاصة كما أشرت على الدول النامية. الآن لا يوجد، طالما لن يوجد حل فعلي لتوترات الجيوسياسية وعدم عودة النشاط الصناعي والتجاري كما كانت حتى قبل مستويات أزمة كورونا، مشاكل عديدة عانى منها
الاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين ابتداء من 2020 ومرورا بالحرب ما بين روسيا واوكرانيا يتسبب طبعا في نقص قوي في اسعار في الغذاء والطاقه، وبالتالي ارتفاع اسعارها. حتى وجدنا ان مشكله الطاقه، يعني المشكله لا تقتصر ايضا، يعني اذا كان العالم الدول الناميه تعاني من ازمه غذاء وازمه تراجع في المعروض من الغذاء، فالاقتصادات المتقدمه تسنح لها الفرصه ايضا ان تعاني من تلك المشاكل جراء الحرب ما بين روسيا واوكرانيا، خاصه طبعا مع نقص الطاقه. وبرغم من محاولات الدول الاوروبيه في وجود يعني بدائل عن مشكله الطاقه، ولكنها لا تزال قائمه ولا تزال تضغط على اداء الاقتصاد الاوروبي، وسيكون هناك تاثير طبعا على اغلب دول العالم خلال العام الحالي. نعم سيدة أماني، يعني إذا ما انتقلنا إلى جانب اقتصادي آخر مهم، الذهب العالمي، أين يتجه أو تتجه أسواق الذهب خلال 2023؟ أيضا يعني هل المعدن الأصفر هو الأصل الوحيد الذي يمتلكه كل بنك مركزي كما يرى اقتصاديون؟ دعنا نشير في البداية أن يعني عام 2022 لم يكن الأمثل لتداولات المعدن الأصفر أو لتداولات الذهب، حيث أنه على الرغم من الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا التي تسببت في ارتفاع الذهب لقمته التاريخية بالقرب من 2074 دولار للأونصة، إلى أنه عاد ليتراجع من جديد مع توجه طبعا البنوك المركزية وعلى رأسهم الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية بوتيرة قوية ورفع الفائدة، وهو ما يتسبب في تراجع الطلب على الأصول بدون مخاطرة مثل الذهب. ولكن عام 2023 مع استعداد الأسواق لاحتمالات أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في تقليص وتيرة رفع الفائدة، حتى لو أعضاء الفيدرالي أو لو أن البنك الفيدرالي لم يؤكدوا على هذا الأمر، وغالبا ما يؤكدوا في تصريحاتهم على الاستمرار في رفع الفائدة بشكل ملحوظ في 2023، إلا أنا كما أشرت أن الأسواق بدأت تسعر أن يكون هناك تباطؤ ملحوظ في وتيرة رفع الفائدة. لو حدث هذا الأمر، لو أثبتت البيانات الاقتصادية ابتداء من اليوم أن فعلا الفيدرالي الأمريكي ينجح في السيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار واستمرار سيطرته على ارتفاع التضخم، سيكون هذا مؤشر قوي على احتمالات أن يبدأ الفيدرالي في تقليص وتيرة رفع الفائدة، وهو ما سيتسبب في العودة من جديد لارتفاع أسعار المعدن الأصفر. الآن الذهب يستقر عند مستويات 1800 ويقترب الآن بالفعل من مستويات 1900 دولار للأونصة، وقد يكون هذا مؤشر واضح على توجه المستثمرين في 2023. أيضا علينا الوضع بعين الاعتبار أن البنوك المركزية بدأت طبعا يعني تزود احتياطاتها من الذهب، خاصة الصين كما رأينا في البيانات الأخيرة أن الصين تزود احتياطاتها من الذهب في محاولة يعني منع الاحتياطي من التقلبات القوية التي عانت منها العملات خلال عام 2022. وايضا في النهايه ان بيانات يعني احتمالات الركود الاقتصادي وان البيانات الاقتصاديه التي تؤكد على استمرار انكماش اغلب القطاعات واحتمالات ركود الاقتصاد العالمي في 2023 يتسبب في زياده الطلب طبعا على الذهب كملاذ الامن الاول للتحوط ضد المخاطر التي قد تواجه العالم خلال العام الحالي، وهو ما قد يدعم في النهايه استمرار ارتفاع اسعار الذهب. غالبا لن يكون هناك او قد لا يكون هناك تراجعات للذهب الا لو انعكست وجهه نظر الفيدرالي واثبتت البيانات ان الفيدرالي بحاجه الى تشديد السياسه النقديه في 2023 بوتيره قويه، ولكن حتى هذه اللحظه او حتى الان لا تزال التوقعات تدعم احتمالات ان يواصل او تواصل اسعار الذهب ارتفاعها وان تسجل قمم تاريخيه جديده خلال العام الحالي. طيب أختم معك مع سوق العملات التي تتأثر بالتصريحات وأيضا بالتوقعات، كيف ترين سيدة أماني مستقبل الدولار أمام التحديات أزمات التضخم والركود، وأيضا ماذا عن اليورو؟ منذ أن بدأت معدلات التضخم الأمريكية في إثبات أن الفيدرالي الأمريكي ينجح في السيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار، ووجدنا أن مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة مقابل 6 عملات رئيسية يبدأ في التراجع الآن بعدما وصل أو كان يقترب من قيمته عند 115، عاد من جديد ليتداول عند مستويات 103، وهو ما تسبب في دعم كثير للعملات التي انهارت خلال عام 2022. وجدنا أن اليورو بعدما كان
دون مستويات التعادل، عاد الآن أعلى مستويات التعادل يقترب من مستويات 1.08. أيضا الجنيه الاسترليني والين الياباني، الين الياباني بعدما وصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 1998 عاد ليرتفع من جديد. وبالتالي لو فعلا أثبتت البيانات الاقتصادية أن الفدرالي الأمريكي يستمر في السيطرة على وتيرة أسعار وتيرة ارتفاع الأسعار وأن يبدأ في تقليص وتيرة رفع الفائدة، فسيكون هذا داعم قوي لعودة ارتفاع العملات الرئيسية الأخرى، حتى لو كان يعني الوضع الاقتصادات الأوروبية واقتصاد الياباني أو اقتصاد البريطاني اللي هي العملات الرئيسية لا تزال تعاني من خلل واضح واحتمالات ركود اقتصادي، ولكن تراجع الدولار الامريكي او حتى استقراره عند تلك المستويات قد يكون هذا داعم قوي لارتفاع تلك العملات. ولكن على الجانب الاخر لو اثبتت البيانات الاقتصاديه الفتره المقبله ان الدولار الامريكي او ان الفدرالي الامريكي يستدعي او يتطلب استمرار رفع الفائده بوتيره قويه في 2023 وان مخاطر الانكماش ومخاطر الركود الاقتصادي بالنسبه للدول الاخرى تلوح في الافق، فسيكون طبعا الدولار الامريكي يستمر في انه عمله الملاذ الاول، بما ان الاقتصاد الامريكي وضعه بالنسبه للبيانات الاقتصاديه افضل بكثير من اوضاع الاقتصادات الاخرى. وفي ذات الوقت استمرار الفدرالي الامريكي في رفع الفائده بقوه في 2023. نعم، محللة أسواق مالية في مجموعة إيكوتيا سيدة أماني رشيد من القاهرة، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.